خلينا نبدا معاكم اولى فقراتنا في صباح الخير يا مصر. كعادتنا بتذكره باهم الاخبار والاحداث اللي حصلت امبارح، ومن اهمها الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل امس ويليام بيرنز رئيس وكاله الاستخبارات المركزيه الامريكيه والوفد المرافق له بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامه. خلال اللقاء تمت مناقشه اخر مستجدات الجهود المشتركه للتوصل لاتفاق للتهدئه ووقف اطلاق النار بقطاع غزه، واكد الرئيس السيسي الموقف المصري الرافض لاستمرار العمليات العسكريه في القطاع، مشددا على اهميه اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف الحرب. امبارح ايضا تراس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اول اجتماع للحكومه الجديده. الدكتور مدبولي قال ان هيكون في اجتماعات دوريه للمجموعات الوزاريه المحدده، وان هيتم اعداد اجنده عمل ومستهدفات واضحه تسعى كل مجموعه من اجل تحقيقها، وحتتم المتابعه الدقيقه لتنفيذ هذه المستهدفات. اخبار كتيرة مهمه حصلت امبارح. الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل ويليام بيرنز رئيس وكاله الاستخبارات المركزيه الامريكيه والوفد المرافق له بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامه. تناول اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية، وتم مناقشة آخر مستجدات الجهود المشتركة للتوصل لاتفاق للتهدئة ووقف إطلاق النار بقطاع غزة، وأكد الرئيس السيسي في هذا الصدد الموقف المصري الرافض لاستمرار العمليات العسكرية في القطاع، مشدداً على أهمية اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف الحرب وضمان إنفاذ المساعدات الإغاثية بما يكفي للتخفيف الحقيقي من الكارثة الإنسانية اللي بيعيشها الفلسطينيين بالقطاع، ومؤكداً ضرورة اتخاذ خطوات جادة ومؤثرة لمنع اتساع رقعة الصراع في المنطقة. كما شدد سيادته على أهمية إنفاذ حل الدولتين في إطار تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية. امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أول اجتماع للحكومة الجديدة بعد حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وقال الدكتور مصطفى مدبولي إنه هيكون هناك اجتماعات دورية للمجموعات الوزارية المحددة سواء برئاسة نائبي رئيس مجلس الوزراء أو برئاسة الوزراء، كما سيتم إعداد أجندة عمل ومستهدفات واضحة تسعى كل مجموعة لتحقيقها، مؤكداً المتابعة الدقيقة لتنفيذ هذه المستهدفات. وأكد دكتور مصطفى مدبولي ضرورة التواصل المستمر مع مجلس أمناء الحوار الوطني عبر جلسات نوعية متخصصة مع الوزراء المعنيين، وده بهدف العمل على ترجمة توصيات ومخرجات المرحلة الأولى لبرامج تنفيذية وفقاً للتوجيهات الرئاسية في هذا الشأن، على أن يتولى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي مهام التنسيق في تلك الملفات مع الوزراء المعنيين، منوهاً إلى أنه سيتم عقد اجتماع دوري مع اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء ومجلس أمناء الحوار الوطني بحضور رئيس مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ المخرجات. واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه بأهمية تحقيق عنصر التكامل الحكومي والتنسيق فيما بين الوزارات فيما يخص الملفات المشتركة. وامبارح وفي مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن كل وزير هيكون له مستهدفات واضحة في برنامج الحكومة وهيكون ملتزم بيها وسيتابعه مجلس الوزراء. كما تطرق رئيس الوزراء لتكليفاته للوزراء خلال الاجتماع الأول للحكومة، موضحاً أنه جدد التأكيد على أن أهم مشكلتين بيتمنى المواطن وضع حلول سريعة لهم هما مشكلة الكهرباء وضبط الأسعار، معتبراً أن التعامل مع هاتين المشكلتين بيمثل أولوية قصوى للحكومة بكل كوادرها. واختتم الدكتور مصطفى مدبولي حديثه بالإشارة إلى أن هذه هي أهم الرسائل اللي وجهها للوزراء خلال اجتماع الحكومة اليوم، مع التنويه إلى أن تركيز العمل خلال الفترة المقبلة سيكون على تنفيذ برنامج الحكومة وضمان البدء الفوري في ذلك، مضيفاً أنه كلما أسرعنا في هذا الأمر أكسب ذلك الحكومة مصداقية لدى المواطن والشارع المصري، حتى يثق المواطن في أن ما يتم الإعلان عنه بيتم تنفيذه بالفعل. امبارح أكدت الحكومة أنه لا صحة لانسحاب شركة سيمنز للطاقة من تشغيل أكبر محطتين للكهرباء في مصر نتيجة تأخر مستحقاتها المالية، وشددت على التزام الحكومة بسداد كافة المستحقات المالية للشركة في موعدها المحددة وفقاً للعقد المبرم بين الطرفين، مشيرة إلى التزام شركة سيمنز للطاقة بتشغيل وصيانة محطات الكهرباء المتعاقد عليها بموجب الاتفاق المبرم مع وزارة الكهرباء في سبتمبر 2018.